السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم راح نضح اليوتيوبرية ونضح البرامج المشهورة، ايش قد تستلمون فلوس ضامنين على الناس. طبعا انا بهذا الفيديو لا خال عيني على احد، ولا بالعكس، ناس اجتهدت واشتغلوا على محتواهم لحد ما صعد الحمد لله. اكو هاي يسالون ايش قد تستلم ارباح وايش قد يستلمون اليوتيوبرية الثانية ارباح. انا طبعا بالنسبة لي خلال الخمس ايام السابقة صعد عندي فيديو ترند، وصعد عندي اكثر من فيديو فوق المليون، فزادت ارباح قناتي من صفر، او من صفر دولار، يعني الارباح ما كنت مشغلها، صعدت من صفر الى 450 دولار لحد الان، وبعدها قاعد ازيد شويه شويه. فلا عبالك انه اكو فلوس هوايه، فراح نحكي اليوم اكثر خمسه يوتيوبر يستلمون فلوس من اليوتيوب. سوي لايك الفيديو. اكو ناس يقولوا انت شلون راح تعرف الهاي؟ طبعا اكو موقع، انا ما راح اسوي اعطيكم رابط الموقع، لا، مسوي اتفاق ويا اليوتيوب يطلع لك ايش قد يربح على كل فيديو، ايش قد يستلم ارباح شهريا من قليله الى اكثر، ارباح سنويا، ايش قد المشاهدات، ايش قد المشتركين. نشوف البشير شو، البشير شو مثل ما تلاحظون مشاهدات 16 مليون خلال 30 يوم، وعده الارباح اللي يستلمها من 3800 دولار الى 60000 يورو، ويستلم سنويا من 4 شدات ونص الى 721000 يورو. يعني صراحة أنا أحب البشير شو، أحب المحتوى مالته، بس تعب تعب تعب. وها خلي ببالكم ترى البشير شو مو بس من اليوتيوب يستلم، لا حبيبي لا، البشير شو على كل حلقة ياخذ 5000 دولار، وطلعوا قناة كان متعاقد وياها قالوا احنا على كل حلقة نعطيه 5000 دولار من غير قيمة العقد وكذا. المرتبة الثانية عندنا ولاية بطيخ، أعتقد ولاية بطيخ ارباحهم اكثر من بشير شو، لان المشاهدات عندهم اكثر. ولاية بطيخ صاعدة خلال ال 30 يوم السابقة 78 مليون مشاهدة. يعني بشير شو شفتوا 16 مليون، ولاية بطيخ صاعدين 78 مليون مشاهدة. ارباحهم الشهرية من 17000 يورو الى 287000 يورو. يعني انا اقول لكم ارباحهم من شدتين وما فوق بالشهر الواحد. وارباحهم السنوية من 250000 دولار الى 3 مليون يورو. فولاية بطيخ لحد الان احسن من البشير شو، يعني ارباحهم اقوى. عندنا اخر قناة هي الرماس ميوزك، اكيد تعرفوها. خلينا نشوف. واو، اخر 30 يوم عندهم 432 مليون مشاهدة، يعني نص مليار مشاهدة جايبين خلال 30 يوم السابقة. الارباح مالتهم من 98 الف يورو الى 1 مليون يورو، يعني يستلمون بالشهر الواحد حبايبي ذولا فوق العشر شدات وما فوق، اقل شيء 10 شدات، لان عندهم 432 مليون مشاهده. تتخيل الرقم؟ وارباحهم السنويه من 1 مليون يورو وما فوق. يا هو اللي جاي فاتح له قناه مال اغاني مشاهدات، لان هذا يجي يسمع الاغنيه الثانيه، يجي يسمع ورا يومين يرجع يجي يسمع، انما اللي يشوف الفيديو ما يظل يوميا يشوف الفيديو، يشوف الايميل، لكن الاغنيه تظل تعيد، وكل ما يعيد كل ما تطلع اعلانات، كل ما ربح يزيد. فلهذا السبب مثل ما تشوفون نورزين يوميا منزل الاغنيه، طبعا فلوس، هاي فلوس للقناه يوميا يسوي الاغنيه حتى لو بلاش. مثل ما تشوفون الارباح، اذا تحبون يجي سلسله ونطلع لكم ارباح القنوات، كتبوا يا قنوات تحبون نطلع لكم ارباحها ونفضحهم. ماشي حبايبي، كتبوا بالتعليقات يا قنوات نطلع لكم ارباحها. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، لا تنسوا اللايك للفيديو، تشتركوا بالقناه، تفعلوا زر الجرس، واحبكم، مع السلامه.